قصة حب خيالية كتبها عالم المصريات الفرنسي أوغوست ماريات منذ 150 عاماً أصبحت من أشهر الأوبرات العالمية. أوبرا عايدة رائعة الملحن الإيطالي فيردي تقدم هنا في مدينة الجونة لأول مرة برؤية عصرية. في أجواء أسطورية وباستخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة عرضت أوبرا عايدة بفريق من مطربي أوبرا البولشوي ومارينسكي. رؤيتنا الحديثة لا تعني كسر كل القواعد، لأن هناك مخرجين معاصرين يكسرون القواعد. نحن نحب الكلاسيك كثيراً، ولكننا نعيش في القرن 21، فنحن نريد الحفاظ على الكلاسيك ونضيف تقنيات القرن 21. قصة أوبرا عايدة تدور أحداثها في العصر الفرعوني، حيث قام مؤلف العمل بنسخ نقوش من على المعابد المصرية لاستلهامها في كتابة الرواية بطلب من الخديوي إسماعيل لعرضها في حفل افتتاح قناة السويس. وضع الموسيقى الإيطالي جوزيبي فيردي. أعتقد أنها أوبرا عظيمة وموسيقاها من أجمل الموسيقى في العالم، وأعتقد أن أي شخص في العالم يعرف أوبرا عايدة. موسيقى فيردي هي موسيقى عبقرية، وعاشت أوبرا عايدة 150 عاماً وربما تعيش أكثر من 1000 عام أخرى، طالما كانت الحياة وطالما كان الحب وطالما كانت القيم والعواطف التي تعرضها هذه الأوبرا. تدور أحداث أوبرا عايدة حول الصراع بين الواجب الوطني والعاطفة من خلال قصة حب راداميس قائد الجيوش المصرية وعايدة الأميرة الحبشية التي أسرت في مصر والتي أصبحت وصيفة لابنة الملك فرعون. الإقبال ورد الفعل كان يعني حقيقي unbelievable، يعني حقيقي احنا التيكتس كلها كانت سولد اوت في ايام قليله جدا. شايفه انه الناس لسه بتحب طبعا تحضر حاجات ثقافيه كلاسيكيه، عمر ما الموضوع ده هينتهي حتى لو حاجات كتيره ظهرت علينا، لكن اكيد الحاجات الثقافيه الكلاسيكيه اكيد طبعا موجوده دايما. احنا بنعمل الايفنتس دي بشكل نقربه للناس اكتر، كان لي الناس بنعمله بتويست كده الناس تبقى عايزه تيجي تحضر تشوف حاجه جديده، تتعلم ثقافه جديده. اوبرا عايده من الاعمال الخالده المرتبطه بالتاريخ المصري القديم والحديث، قدمت عدة مرات في مصر وعلى مسارح العالم، وها هي تعرض على ساحل البحر الأحمر وبأسلوب عصري حديث. سمر بشات لصباح العربية من الجونة.